النائب نادية هنري بشارة في اللجنة الاقتصادية. العمل القضائي هو عمل ذهني بيعتمد على الفكر، وبالتالي لا بيعتمدش على النوع. أعتقد أن عدم التعيين ده يعتبر ردة في المجتمع المصري والثقافي والقانوني، ولم يمنع القانون أو لم يصرح القانون تصريح واضح أن هذا العمل خاص بالرجل. وطبقا طبعا للمواثيق الدولية المرضي عليها الدولة المصرية، وطبقا لكل القوانين، وطبقا لما خلفية المشرع اللي بيشرع أي قانون بيكون فيه قيم ومبادئ واضحة تفوق حتى المبادئ الدستورية، وهي المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز. فحان الوقت أن يخرج المجلس، مجلس النواب، بمطالب واضحة لوصول المرأة وإتاحة المرأة في الوصول إلى حقها في العمل. حق العمل حق دستوري، لابد من إنفاذ القانون ده في أول الخطوات. الخطوة الثانية لابد العمل معا من أجل تصحيح الصورة الذهنية عن المرأة. المرأة كائن كامل الأهلية ولها نفس يعني خلق الله الرجل والمرأة متساويون، وبالتالي لها نفس الحق والحقوق.